السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نفحات إيمانية. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأصدق التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربي اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا رب إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم يا ربي اشف مرضانا، اللهم يا ربي اغفر لموتانا، اللهم يا ربي عليك بمن عادانا، آمين آمين يا رب العالمين. لكل المشاهدين، إخواني المشاهدين، اليوم نتحدث حول موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو موضوع الطهارة أو الطهور أو الطهور كما ورد في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رائع جدا، حديث صحيح في صحيح مسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. طهور، طهارة، نقاء، نقاء، نظافة، شطر الإيمان، نصف الإيمان. وش المقصود به؟ المقصود به الإيمان، والمقصود به أيضا الصلاة كما ورد في شرح هذا الحديث بالنسبة للعلماء. علاش مقصود به الصلاة؟ لأنه في القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية 143، رب سبحانه وتعالى بعد أن تحدث حول تحويل القبلة بالنسبة للمنافقين وبالنسبة لليهود، قالوا إذا الصلاة نتاعهم كي كانوا يصلوا البيت المقدس ما هيش صحيحة، لأن القبلة نتاعهم كانت البيت المقدس. الآن لما تبدلت القبلة إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، أصبحت هي القبلة الصحيحة، فوقع إرجاف، وقع إرجاف في المدينة. فرب سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وش مقصود هنا بإيمانكم؟ يعني الصلاة نتاعكم، يعني الصلاة اللي صليتها وانتم كنتوا مستقبلين البيت المقدس، القبلة بيت المقدس، ما يضيعهاش ربي، مقبولة وصلاة صحيحة ولا بأس عليها. لأن ربي النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كانت القبلة البيت المقدس من أجل أن ينسجم شيئا ما مع عليه اليهود، وأعطاهم ربي سبحانه وتعالى من خلال هذا السلوك تاع النبي صلى الله عليه وسلم. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تكون القبلة هي المسجد الحرام، الكعبة، بيت الله عز وجل، هي القبلة، هي الصح، يعني لأن مركز الأرض هي الكعبة، هي أول بيت، هي أول بيت. ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى خلاه في البداية يستقبل بيت المقدس لعل يكون يعني حتى تقام الحجة على اليهود آنذاك في أن هذا الرسول نبي، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو في موكب الأنبياء، فهو مثل سيدنا موسى عليه السلام، مثل سيدنا عيسى عليه السلام، مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء والمرسلين، فهو نفس الموقف، نفس الموكب، نفس الدين. فكان ينبغي على من كان يدعي التدين بالأديان السابقة أو الإيمان بالرسل السابقة اللي يؤمنوا بسيدنا عيسى أو اللي يؤمنوا بسيدنا موسى، كان المفروض أنهم يتبعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعل إلا القليل منهم. فلما تبدلت الكعبة، ربي سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، المقصود هنا بالطهور هو الطهارة الظاهرة اللي هي الوضوء والغسل. الوضوء والغسل، يعني لا يمكن الإنسان أن يقدم على الصلاة يصلي إلا بعد الوضوء. اللي ما يقدرش يتوضأ يتيمم، هذا شيء معروف في ديننا.
يعني التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل لمن له عذر، سواء لا يستطيع استخدام الماء أو عدم الماء، ما كانش الماء في الحالتين، الماء ما كانش يعني ما يقدرش يستخدم الماء أو ما كانش الماء، يرجع إلى الطهارة الثانية وهي الطهارة الترابية أو ما يسمى بالتيمم. إذن الصلاة، القيام بين يدي الله عز وجل، الصلاة لازمها عملية تطهير، تطهير ظاهري. باش تصلي لازمك تتطهر الطهارة الظاهرية اللي هي الوضوء أو الغسل. هذا المعنى الأول الذي يتبادر من خلال هذه المقولة في أول حديث، الطهور شطر الإيمان. ولكن المعنى الأعمق واللي باش نركزوا عليه هي طهارة القلب، هي أن الإيمان هنا المقصود به الإيمان فعلا الذي محل وين؟ القلب. القلب، الإيمان وين محل نتاعو، وين المكان نتاعو؟ في القلب. الطهارة أو الطهور نصف الإيمان. باش تطهر نفسك، تطهر قلبك، تطهر الباطن نتاعك، تطهره تنظفه، فأنت تقوم بعملية تشبه نصف الإيمان. وش معنى هذا الكلام؟ معنى أن الإنسان إذا كان عنده إناء، إذا أن عنده إناء محل باش يسكب فيه شيء معين، ما يقدرش هذاك الإناء يتحمل الشيء المسكوب فيه إلا إذا تطهر، أصبح طاهرا، أصبح خاليا من شيء آخر. نجيب كاس معمر بالماء مثلا، نحبوا نديروا فيه الحليب، ما تقدرش الكاس هذاك هو معمر بالماء ولا بأي سائل آخر، ما تقدرش تدير فيه الحليب إلا إذا تخلصت من الشيء اللي قبله، ماء ولا غيره. إذا تطهره، تطهر، هذه نصف العملية، تطهر الإناء ثم تسكب فيه الحليب. إذا درت فوق منه هو معمر، أفرض معمر بالتراب، هذا الكأس معمر بالتراب، كي تجي باش تعمر فيه الحليب ما يستقرش. إذا كاين زوز عمليات، عملية تطهير اللي يسموها العلماء التخلية، وعملية سكب الحليب اللي هي عملية التحلية أو عملية ملء القلب بالإيمان، بالحقائق الإيمانية. هي عملية ميكانيكية بهذا الشكل باش نبسط الفهم فقط، لكن هي المسألة معقدة جدا في قضية تطهير الباطن، وهي عندها علاقة بالظهر كما سنبين. إذن حتى يستقر الإيمان في قلب الإنسان المؤمن يصبح مؤمنا حقا تام الإيمان، لا بد له من تطهير قلبه وتطهير باطنه من كل الأوساخ ومن كل الأدران ومن كل العيوب والذنوب والأمراض القلبية. إذا القلب نتاع الإنسان مملوء بالأمراض، بأكرمكم الله يعني أعزكم، مملوء بالقاذورات، ما يقدرش الإيمان يستقر في هذا القلب، ما يقدرش الإيمان يستقر في هذا القلب، لازم نطهروا هذا القلب. كيفاش نطهروا؟ يعني ننزع منه كل الأشياء التي تضاد الإيمان، ننزع منه الحقد، ننزع منه الغل، الكبر، النفاق، حب الدنيا، نسيان الآخرة، هذه الأمراض القلبية، الحسد، هذه الأمراض القلبية تحول دون استقرار الإيمان. إذن نصف العملية الطهور شطر الإيمان، أي أن الإيمان هذا لا يستقر في القلب إلا إذا طهرنا الباطن وطهرنا هذا القلب من كل هذه الأمراض. حنا في ديننا والحمد لله أن الطهارة الظاهرية اللي هي الوضوء اللي تكلمنا عليه قبل قليل يساهم في تطهير الباطن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت الأظافر. يعني كي تتوضأ راك دير عملية تطهير للباطن. الباطن كيفاش يفسد؟
كيفاش يتسخ بما يجعل الإيمان لا يستقر في القلب بالذنوب بالمعاصي، هي الفيروسات التي تملأ القلب وتفسده وتلوثه وتجعل الإيمان لا يستقر، تطرد الإيمان. المعاصي الكثيرة، الذنوب الكبيرة، الإصرار على الذنب وعدم التوبة من هذا الذنب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه فيما صح عنه إذا أذنب الإنسان ذنب تنكت في قلبه نكتة سوداء، هذه النكتة السوداء هي هذا الوسخ الذي يغلف القلب أو يملأ القلب فيطرد الإيمان. إذن الطهور نصف الإيمان هو أن تتطهر من هذه الذنوب، وأخطر الذنوب هي ذنوب القلب، معاصي القلب، الكبر هذا مرض قلبي، الحسد مرض قلبي، الحب الشر والحقد على الناس مرض قلبي، حب المصائب، تلذذ بالمصائب الذي تصيب الناس مرض قلبي. فعندما نطهر القلب يستقر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، أي أننا ينبغي أن نطهر قلوبنا من كل هذه الأمراض التي تسببت فيها المعاصي فيستقر في قلوبنا الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان، آمين رب العالمين. مشاهدي الكرام، نلقاكم إن شاء الله فرصة قادمة، تركم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.